إذ واجب عليهم محتم. واجب المراد هنا من كلمة واجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. عليهم هذه ميم الجمع، يعني تقديرها كل، على كل من يريد أن يقرأ القرآن يجب عليه أن يتعلم. واجب عليهم محتم، هذه تأكيد قبل الشروع، قبل أن تبدأ بقراءة القرآن أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. هذا مذهب ابن الجزري، يعني يجب على كل مسلم بالغ عاقل سليم ليس فيه عنده إشكالية أن يذهب إلى الشيخ وأن يتعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة من جهة الألفاظ ومن جهة الأداء، إدغامات وأقلبات، لأنه شيء يسير. رأيت أنا كثير من الناس من العوام يذهبون بعد الفجر إلى الشيخ بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر، يعني كل يوم يقرأ صفحة عند الشيخ، تجده بعد فترة يحسن قراءة القرآن لفظا ومعنى وأداء. هذا مذهب ابن الجزري، لكن من العلماء قال لا، يجب على العامي أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا الحركات، لا يكون عنده اللحن الجلي الذي يتعلق بإعرابات الكلام يتغير به المعاني. وأما بالنسبة للمدود والإدغامات والتفخيمات، هذه في حق العام مكروه أن يخل بها. وأما في حق العالم الذي يقرأ القرآن ويقرأ الناس القرآن، يجب عليه أن لا يقع في اللحن الجلي في تغيير الكلمات. بعض الناس يقول ثم يجعلها ألفا، موسى يجعل الألف، هذا لحن جلي يغير الكلمات ويغير في بعض الأحيان المعاني. ويجب على العالم أن لا يقع في اللحن الخفي من جهة المدود والإدغامات والإخفاءات، خصوصا في المتفق عليه. فأمور تجب على العامي تجب على العالم، هذه مذاهب أخرى، لكن عند ابن الجزري يجب أن العامي أن يتعلم ما يجب عليه من هذا العلم، أن لا يقع في لحن جلي.